ليسونس غنشريو 10 لتر د ليسونس، حنا ما عارفينش حتى الحاله ديالنا كيف هي، غنمشي نشريو 10 لتر د ليسونس باش نجيب انا الوقايه المدنيه، باش الوقايه المدنيه تعمل الشغل ديالها. حسبنا الله ونعم الوكيل، ما عمري شفنا هذا الشيء. هذا كيقول لي مشي شري، كنقول له انا مشي، كيقول لي ايه ماشي يخدم لك الموتور. هو كيقول لي شوف هو غيخدم لك دابا، حيقدر يوقف لك، غادي يوقف، مشي شري له 10 لتر د ليسونس وجيبو باش يكمل لك الخدمه. هادو رجال الوقايه المدنيه، رجال الوقايه المدنيه قالوا لنا هذا. انتم في هذه الفاجعه هذه ومشاو لكم الماتيريال وجاو رجال الوقايه المدنيه هنا، لان كنا كنتسناوهم باش يدخلوا لنا الموتور، ماشي خرجنا الماء من لاكاف. سي فري كنا كنتسناو، لان سبقوا الناس اللي عندهم خصائف الارواح، ان لله وانا راجعون، الله يرحمهم الله يجعلهم شهداء عند الله سبحانه وتعالى. كتسنيناهم ملي دخلوا ذاك الموتور، جاني هنايا داك الموتور كيقول لي شوف الموتور هو غادي يجمع لك الماء بحق، يقدر يوقف لك في اي لحظه، يوقف لك من الاحسن مشي شري له 10 لتر د ليسونس. كنقول له انا كيفاش هاد 10؟ كيقول لي مشي لاي اي اي هذا اي اي بومبا د ليسونس وجيب 10 لتر د ليسونس. هل يعقل انا في حاله ماشي، انا في واحد الحاله واحد الكارثه كبيره، وانتينا ما تجيب الموتور ما فيهش ليسونس وكتحملني انا مسؤوليه نمشي نجيب لك 10 لتر د ليسونس؟ ما عمري انا ما عرفتش البارح واش انا كنت في كابوس، واش كنت كنحلم، ما عرفتش. خصني تحاسب هذا السيد هذا اللي كيقول الهضره هذا، واش كيقول من راسو اولا شنو؟ واش كيقول باسم الوقايه المدنيه لمدينه طنجه اولا كيقول من راسو؟ انا ما عرفتش. لا اله الا الله. نعم كيفاش كانت الحاله هنايا عندكم؟ هنايا الحاله ديال الماء كانت واصله حتى لهنايا، يعني دابا حتى هذا الدروج اللي نتينا فيه، اللي واقف فيه، اللي واقف انا فيه، ما كانوش الحاله ديال الماء واصله حتى الرافعين. هاي راه اصلا ها هو هذا حد الماء كان وصلت تما، يعني الماتريال ديالنا حتى حاجه ما كانت كتبان، دابا راه خلاو ما عرفت واش 40 سنتيم ولا 50 سنتيم ولا ما عرفتش، دلعلو باقي الماء بقى ما جا حتى شي واحد. دابا عملت ريكلاماسيون الرابعه، قال لي راه سي بريفيو من البارح غادي يجيو عندكم، وفوقاش غادي يجيو عندنا؟ ما عرفتش فوقاش غايجيو عندنا، حتى التحليل ما عرفتش. كما قلتي لنا قبيله ان يعني تتعيط عليهم تتقول لهم، تيقول لك المكان تتقول لهم امام، يعني عيطت لهم وقدمت راسي، قلت له شوف راه حنايا، يعني انا بالنسبه لي انا غنقول لك انا من الناس الفاجعه البارح، تينا دغيا غادي تفطن غتعرف المكان. قلت له انا من الناس، فكيقول لي قول لي شي موطى حداك معروف. اسيدي انا كنقول لك انا من المكان الفاجعه اللي وقعت، المعمل اللي ماتوا فيه 28 او لا وصلت كنظن 30 د الارواح اللي ماتوا، واش تينا ما عرفش؟ راه العالم كامل ساق الخبر بدل الناس كتعيط لهم. شكون الضابط؟ امانديس. كنعيط ريكلاماسيون امانديس، الشركه ديال امانديس، يعني لا حول ولا قوه الا بالله. كنعيط لهم لانهم مسؤولين باش يجيو يخويونا هاد الماء هادو، فهمتيني؟ حشم الخسائر ممكن تقربينا يعني انتعال مباشر تقريبا؟ اش نقول لك الحجم الخسائر، يعني المواكل اللي هنايا راه ساويين، راه فايته 30 مليون د الخسائر اللي كاينه هنايا. راه هادو مواكن كاملين، مواكن جداد ومواكن لا سيري جديده، كلشي مشانا. هانتوما كتشوفوا ها الماكينه الكبيره. المهم ما عندي ما نحدد، يعني كاع المعدات ديال المطبعه، كاع المعدات المطبعه موجودين هنايا. هذا لاتولي ديالنا من غير المواد، من غير لي ماشين ديال لامبريسيو، كاين ستوك، راه ستوك ديجا راه هو كامل تما مفتت كامل في الماء. كاين ستوك اخر ديال البابي، كاين ديال الفينيل، كاين ديال الفليكس، المهم ستوك ديالنا كامل مشى. هذا مطاع ديال ستوك. اول مره تتوقع في الفاجعه؟ اول مره. ما كانش يعني شي امطار، يعني امطار غزيره كانت، كانت ساعة ما كان هذا الشتاء، كانت ساعة ما كان من 8 ل 9، نقول لك ماشي حتى من 8، من 8 و4 ل 9 ونص، هيك سنة هيداك، يعني ساعة ما كان الشتاء، يعني أنتم بدكم كنتوا حاضرين، كنتوا شفتوا البارح الشتاء اللي وقعت. بحكم يعني الجوار ديال هذا المعمل السري وهذا المعمل الرعب اللي راحوا ناحيه سري، ماشي سري بعدا، ماشي سري، لأن المعمل دائما كيخرج الحوايج من تما، والناس داخلين خارجة، ومعروفة راه تما المعمل، وكتكون باب مفتوحة وكيبانوا المواكل. هذا ماشي مع معناته بان ماشي معنى ديالو انه معمل سري، راه سايقين له الخبر كلشي، يعني ما عندناش معناش اش نقولوا سري، راه باين. يمكن ما عندوش الرخصه ديالو، الله اعلم، ولاني باش نقولوا سري، يعني سري هي شي حاجه مخبعه ما كتبانش. هي المعمل كيخرج الحوايج من تما، فين هاد السري؟ ما كاينش المقدم، ما كاينش القايد، ما كاينش الباشا، ما كاين حتى واحد ما كيدوز من هاد الحومه هادي اصلا. الحومه مكرفصه،
مكرفصه الارض كامله من هذا الجامع اللي ماش الناس يدخلوا الجامع الحفافر المعمل اللي حدانا مورانا حتى هو تكرفص حسبنا الله ونعم الوكيل ما عرفتش انا شنو زعما شنو الذنب هاد الناس هادو اللي غادي يترزاو في هاد الارزاق ديالهم ما عرفتش شنو الذنب ديالهم ما عرفتش كيخلصوا الضرائب كنخلصوا لكل ما علينا كنخلصوه اللي كيتقال كنخلصوا الواجبات ديالنا كامله قبل ما تقالنا كنخلصوها علاش غنضروا هيدا علاش دابا علاش حنا غنترزاو في هاد الرزق ديالنا هذا كامل علاش ما عرفتش حسبي الله ونعم الوكيل هادشي اللي غادي نقول ان لله وانا اليه راجعون مسؤولين جاوا يعني طلعوا عليكم شافوا الفجعه اللي وقعت فيها نتوما البارح كانت هنايا كانت شنقول لك عدد هائل من المسؤولين ما كنعرفش شكون هما يعني كيبانوا مسؤولين ولاني ما نقدرش نسميهم لك ولاني كل شيء كان مسلط على المعمل لان فيه الارواح هذاك الشيء كل شيء كان مسلط على المعمل دخلوا شافوا هيدا 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 صافي يعني الله يعاون ما كاينش صافي الله يعاون ما شادي انا قلت لك ها الماء ماشي خرجوه باقي ما خرجتي انت كتشوف باقي الماء عندكم دابا هنايا هانتوما كتشوفوا صوروا هانتوما كتشوفوا شوف الماء باقي تما ممكن تمشي واحد النداء ديالها من الجهه المباشره رساله للمسؤولين اللي ما كيقوموش بالمهام ديالهم انا كنوجه رساله للمسؤولين حسبنا الله ونعم الوكيل ولا اله الا الله يا ربي الحبيب كل واحد كيقصر من حق العمل ديالو ما كيقومش بالواجب ديالو كما يجب ربي غادي يخلصو واذا كان هاد المسؤولين البارح مشاو ونعسوا ورتحوا مع راساتهم راه حنايا فواحد الكارثه كبيره راه اذا الضمائر ما بقاتش شي حاجه في هاد الحياه هادي حسبنا الله ونعم الوكيل ولا اله الا الله قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي ما تنساوش ديرو جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا